نظرا في الموسم القادم هنالك على مستوى مسابقة بطولة البريمير ليج مع العاصمة أو في نادي العاصمة الإنجليزية لندن هنالك مع نادي فولام. كرة فيها محاولة مع كاسيوني سدد لكن ستيكلبرغ تسجل كرة فيها أول أهداف في اللقاء. يسجل بيسكارا يتقدم الفريق الضيف هنا في العاصمة روما هنا في الأولمبيكو على عكس ما كان متوقعا. كابراري يسجل إذن ثالث أهدافه على مستوى مسابقة بطولة الدوري الإيطالي ويضع نادي بيسكارا في المقدمة. شوف الكرة الماضية خطأ دفاعي كان حاضرا في التغطية بعد التصدي من ستيكلبرغ والكرة بعد ذلك في الشباك ليعلن بيسكارا التقدم لكن تسديده من كاسيوني. كاسيوني سدد بشكل رائع جدا وستيكلبرغ تصدى عادت إلى كابراري ووضع الكرة في الشباك ليعلن عن الثالث أهدافه في هذا الموسم وليعلن عن لمسة يد جديدة. كرة تصل تسديدة موجودة محاولة أولى الكرة يسجل ويعيد روما إلى الواجهة مرة أخرى. مرة أولى بلا تسلل أخرى بلا تسلل ديروسي وضعها على أقدام ديستروغول سجل من خلالها ماتيا ليعلن التعادل لمصلحة روما 1-1.